جميع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين قناتك شفت في محطتكم في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة القصر الكبير. إذن مباشرة متابعين أوفياء من مدينة القصر الكبير كما في جميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كتشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري سواء من داخل أرض الوطن أو من الخارج. نتمنى أنكم تكونوا على ما يرام. معنا الآن السيد هذا رئيس الجمعية وللأسف الشديد واحد الشاب كان خدام هنا في المجزرة للأسف أنه تعرض يعني طاحت عليه واحد الحديدة وعلى حساب ما قال بأنه تعرض للأسف للرجلين ديالو ضربوا بشكل خطير وأنه قدر يفقد الرجل ديالو للأسف الشديد. إذا نخليكم مع التصريحات ديال الجمعية وضح لك شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى السنائي رئيس جمعية السوق المركزي مواليد 95 مواليد 57 شهر السعود 57 سقط الرأس قصار كبير 40 عام بالمهنة ديال المزارة. الوالد ديالي كان إمام شرعي ديال الذبح عنده ثلاثة وظيفات، عنده مراقب المزارة، عنده إمام، عنده مراقب مع الفيطار. الحمد لله المسؤولية أنا كنت تحملتها، دوزنا مجالس، دوزنا الاتحاد السوري ديال بوحيا، ودوزنا الاتحاد الشراكي، ودوزنا العدالة والتنمية، ودابا الحركة الشعبية. احنا كنقولو بالتصريح ديالنا تصريح واضح، الفضل كيرجع لوزارة الفلاحة والاستثمار الفلاحي لأن هي اللي صابت هذا المشروع. مدير ديال الاستثمار الفلاحي السابق هو العميل ديال الشاون السي العالمي. نهار ديال التشين راه كانت السلطات كاملة هنايا، كان العامل اللي كان السي مصطفى النوحي، وحضر وزير الفلاحة، حضروا الأعضاء، حضروا لجنة مختلطة، قياد، باشا، الحمد لله ولله الحمد. خرج هذا المشروع لحيث التطبيق، كنا كنخدمو بواحد الراحة في التشين ديال المزارة، في التشين ديال المزارة، من وقع في الماتريال الخلال، مجبر ماشي شي أذن صاغية اللي عاد تقدر تسمع، كيناش، أربعة الجراوار كيدخلو لهم العروض، كانت الذبيحة ستة سبعة ديال العروض كيدخلو، اليوم عرض واحد عرض بعرض، ثلاثة ديال الصناع، ثلاثة ديال المتعلمين، أربعة ديال المتعلمين، الناس كتخدم بالعرق ديال بالكتاب ديالها، كيعلقوا العرض، كيبحال كيعلقوا في السوق، في الأسواق، جرارة وحدة ما كفياش، اتجهوا للمجلس البلدي، جات اللجنة ديال المجلس البلدي، شابوا الظلم اللي مظلمين الناس في هاد المزارة، الجزار الرأسمالي. كيستغل ديك الدرويش اللي كيخدم وكيوجد اللحم وكيديها له حتى الحانوت ديالو، كتبدا اللحم كتبدا الذبيحة ب 10 دليل، هو ناقص الدار ديالو، عملو تعاونية، التعاونية شنو عملت ناس الصناع هادي العاملية، العاملة، ما عملو لهم والو، كان العرض كيخدمو ب 60 درهم، قبل ما تشد قبل ما الذبيحة، قبل ما نذبحو هنا. كيذبحو بالعرايش زادوهم ديك 20 درهم ولا 80 درهم، ملي جاو هنا يذبحو حتى ديك 20 درهم بغاو يحيدوها لهم، داروا عليها اجتماع، التعاونية دارت عليها اجتماع، بغاو يحيدو لهم ديك 20 درهم، نجيبو هاد الخدام، هذا راه وقع بحال ديك الحادث اللي وقع في طنجة، علاش؟ خصو تكون عندو ضمانة، يكون عندو عصورانس، يكون عندو تأمين. يكون عنده كتب الشغل، هاد الناس منعينهم كيستغلوهم، إذا بغاو يهضروا على الحقوق ديالهم كيقول لهم غنوقفوكم وغنجيبو صناع آخرين، شكون اللي عمل هاد الديكتاتورية؟ عملها عبد النبي اللي عنده الحانوت البرية، أنا بس راه بحث، راه كان هنا صباح الدكتور مشكور سلام كريم بوجيجا، كانوا هنا مسؤولين، ناض كيقول للناس هاد الحمل اللي طايحة، الدكتور كيتعطى الوخا، نزلو ديوها بلا طابع، والدكتور هو يتحمل المسؤولية، بغا يحمل
المسؤولية الصناع والمتعلمين، الناس متنهوا ما بغاش يهزوا اللحم، تيجي الدكتور يعمل الحدث ديالو، جا الدكتور ستاب كلمة كثر على خير وعمل التقرير ديالو، التقرير ديالو راه يصيب باللونصة. هاد الكورنا إلا كانت مرخصة غدخل الملايين، هي مرخصة، أنا عندك حق جد واحد من الدار البيضاء عندك من المغرب كامل، جد واحد والدكتور كيطبع لك وكتكون عندك سباستي تجول باللحم. كاين الناس اللي عندهم شكرة يديو لحم طنجة يديو لحم لاليش يفرقوا الشمال يجيو هنا عندهم الحق. الكورنا مرخصة وهي عندها جرارة وحدة، هذا راه ظلم. ديك الجرارة واش هي اللي طاحت على السيد؟ السكة ديال الفريكو اللي كتدخل فيها اللحم الفريكو، يا لا ذبحوا 8 ديال العروض راه كاين العرض بالميزان ديالو اللي عنده 400 و 350. السيد ملي بغا يدخل شكون عطولو؟ ديال البهيمة، خشاب ديال البهيمة، أمعاء ديال البهيمة، السيد غيدخل الأمعاء كتهود عليه البهيمة، كتهود الجرارة، بقى السيد مدفون، دفون ذات الهام. الرجل راه طلبوا له عند الشهادة الطبية، قالوا اختناق. السيد معاق من يد وحدة، وجا الزهر أبا عن جد. ماشي جا من طلب من المزارة القديمة. كاين احمد بن عبد الامين ديال الصناع، عندهم امين الصناع محصل على على على, على, على ترخيص مع المحتسب. طاحت عليه تخصح من رجلو ولا تهرس ولا رجلو كانت تتخطى ولا شنو؟ لا مشى لكن كان غيموت، انت عليك طون ديال الثقال. لولا دخل واحد الشاب واحد ولد صغير اللي كيجمع لنا الامعاء ديال الدواور هو اللي دخل جبرو كيفركل باش نفسو عليه الصناع قبل ما تجي البومبيه. اما كما كانوش يعتقوه كان جريمة روح ما فيهاش شي حاجة، راه الصور ديال الأثقال ديال اللحم ديال اللحوم راه هي كاينة. إلا واحد الشيء اللي ما يتصورش ظلم كبير. التعاونية راه ما عملت والو، شي زمان الباشا قايم بشغلو هي درت شي حاجة، السلطات المحلية قايمة بشغلها، سعادة العميل قايم بشغلو، واش كاينة الحاج محمد السيمو الله يفرغوا ليه كل شيء. ملي كان عيطو المجلس البلدي حتى واحد ما كيطلع الا طلع الرئيس كيشوف كيشكيو عليه الناس، كيقولوا الحاج كيقولوا مالو عملت واحد مجهود كبير، هادشي هذا هو راه كله غادي يكون، راه عندنا لاسورانس وعندها ضمانه ديالها، راه باقا الضمانه ديال المجزره ما سلمناش، راه حنا كثر ديال التحملات ما موقعينش فيه، باقا على حساب الاستثمار الفلاحي. مي كيقول لنا واد هذا ما كتبغي حنا ما نقولوا له. حنا كنطلبوا هذاك الطامبور اللي كيقول لك كيدير 60 مليون 70 مليون ما خدامش. دابا حنا فيه نهار ديال التدشين، واش شي هذا في الاذاعه؟ دابا حنا فيه نهار ديال التدشين، نهار ديال التدشين الطامبور كيبغي يدور باش يقلب العرض، تقدر دير لهم شي حلال. حنا جبنا ديك المونكار وقفنا ديك الطامبور وبقى فيه ديفو. هكاك يجيو يحيدوه يعطيو التيسا ما بغاوش يحيدوه، محسوب المزارة مرخصة وهي ما عندها ترخيص، عندها ترخيص قانوني، ما الدليل ديالها ما كملتش. حنا اللي كنقولو السي عبد الكريم لونزا تجي 12 مزارة غدا ولا بعدو طاح الجرارة الوسطانية، غدا ولا بعدو طاح المدعى الغنمي، شكون غيتحمل المسؤولية؟ واش واحد العامل ما عندوش لاسورانس؟ إلا بغا يطلب من التعاونية لاسورانس لا كتقولوا الله يهنيك، بغيتو تخدموا بغيتو تخدموا الله يهنيكم. كاس هذا ظلم، هذا ديكور اللي كنشوفوه، ديكور السيد كان غادي يموت لولا الالطاف الالهيه، الالطاف الالهيه السيد كان غادي يموت. كما سمعتوا متابعين في قناه شوف تيفي كنتمناو من الجهات المسؤوله انها تدخل وتقوم بالدور ديالها من اجل توقيف هذا العبث اللي واقع هنا في هذه المجزره. واذا كنشكر جميع المشاهدين والمتابعين الاوفياء لقناه شوف تيفي مباشره من مدينه القصر الكبير. كنتمنى من جميع المشاهدين والمتابعين الاوفياء انهم يبارطاجيو هذا البث المباشر الحصري وتحياتي. باقي شي كلمه؟ تفضل. حنا كنشكروا الاعلام، كنشكروا لجان الاعلام اللي في هذه المدينه ولا من غير هذه المدينه، وراهم اللي كيوصلوا الخبر، مراقبين ما كيناش. لطف الله الخافي اللي ديك السيد تعتق
جاءوا ناس مسؤولين، جاء رجال الشرطة، جاء القايد، جاء عنصرين ديال المجلس البلدي، ولله الحمد الصباح ما دار حتى واحد هنايا، ما جا حتى شي واحد. علاش ما جاوش؟ ما جاوش يعينوا الحدث؟ لو ما كانش الدكتور عبد الكريم كان عندك الحمد تما، وهذا الدكتور عبد الكريم مشكور ماشي كنجملوه ولا شي حاجة، الناس في المستوى، وراه الدكتور عبد الكريم ما كانش باغي يعطيهم الترخيص ديال لونصا، لأن ما كانش كامل، راجل قانوني، راجل طبع القانون، راه عنده هنا مزيد على 20 عام، وكنشكروا الناس ديال لونصا، وكنشكروا سعادة العميد، وكنشكروا السلطات المحلية، ولكن بالنسبة للتعاونية، التعاونية عندها دور كبير، خصنا بحث فيها، لأن عامل لاسورانس ديالهم، ديال البهيم ديالهم، تيبدلو بشي حاجة، عندهم لاسورانس، أما اليد العاملة مهمشة. شكراً.